السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم ورقة سمبوسة. بالنسبة للمقادير عندي هنايا جوج زلايب ديال الدقيق فرص، عبرت بهاد الزلافة هادي اللي غادي نعبر بيها الماء، وغادي نحتاجيني زلافة الماء وقليل من الملح. دابا أول حاجة اللي غادي نعمل الملح غير شوية، وغادي ندفع عليه داك الماء. انا قلت لكم يعني بنفس يعني العبار اللي غادي تعبروا، مثلا عبرتو بكاس يعني هتعملوا القياس اللي بغيتو، يعني مثلا هتعملوا 3 كيسان ديال الدقيق فوت، هتعملوا كاس ونص ديال الماء. طب انا هنايا عملت 2 زلايب ديال الدقيق الفرص، غادي نعمل فيها غير زلافه ديال الماء، وانتم غادي تلاحظوا كيفاش غادي نعجن العجينه ديالي. طب اول حاجه غادي نضيف قليل من الملح، وغادي نضيف زلافه ديال الماء، وغادي نخلط المكونات مع بعض. يعني ما خصناش تجينا العجينه جاريه، خصنا ضروري تجي قاصحه شويه. غادي نعملها في سطح العمل باش غادي تجيني سهله نجمعها. غادي نبقى نجمع فيها هيدا حتى تجمع لي. يعني زلافة الماء كافيه، لا ما نزيدوها لا ماء لا والو. غادي نحاول نبقى نجمع فيها حتى تجمع لي هذا الدقيق كامل. كيف ما لاحظتوا انا جمعت العجينه ولكن ما زدتش الماء نهائيا، يعني خصنا نحصل على عجينه قاصحه. ودابا غادي ندلكوها، ضروري ندلكوها واحد شويه. ندلكوها غير واحد شويه ماشي بزاف، ونخليوها ترتاح. يعني كتجمع معنا بسهوله. ودابا غادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 15 دقائق، وغادي نغطيها ببابي سيلوفان. دابا غادي نخليها ترتاح مدة 15 دقيقة، غادي نطلقها. ودابا هنايا كندوز مدة ديال 15 دقيقة، غادي نحاول نزول منها البلاستيك. غادي تلاحظوا يعني العجينة كيفاش رتحت معايا، بلا زعما صراحة يعني ماشي مجهود اللي كتدي. دابا غادي نحاول غير نعلكها غير شوية باش العجينة ديالي تجنس مع بعضيتها، يعني غادي تجيني لينة غير على هاد الشكل هذا، باش ترجع لنا يعني واحد العجينه صراحه مزيونه بزاف. كيف ما كتلاحظوا يعني كتطلق راسها دغيا. ودابا غادي نحاول ندهنها بشويه ديال الزيت في السطح ديالها، وغادي نبقى نشكل واحد الكريسات يعني صغيرين. بالنسبه للكريسات يعني انا استعملت ميزان، كل كريسه كامل فيها 43 غرام. الا بغيتو يعني تبعوا عينكم ميزانكم، ولكن تعملوا الكريسات ضروري يجيو صغورين الا المهم يعني على حسب المقله ديالكم، ولكن في طبيعه الحال واخا غادي تعملوهم كبارين يعني مي كنتيو تطلقوهم يعني كيعطيونا الكميه مضاعفه بزاف. لهذا ضروري خصكم تعملوا الكريسات ضروري يكونوا صغورين، يعني 43 غرام حتى 45 غرام. المهم دابا غادي ندهن في العجينه ديالي من فوق منها بالزيت باش العجينه ديالنا ما كتقصحش معنا. وهنايا غادي نخليهم مده ديال 3 دقائق، خصني يرتحوا لي باش منين نجي نطلقهم.
يجيوني ساهلين وكيكونوا يعني ارتحوا مزيان. ضروري خصنا نخليهم واحد 3 دقائق يرتحوا. المهم هنايا دازت المده ديال 3 دقائق. خصنا كنحتاج الدقيق او المايزينا والزيت والمدلك. المهم اول كريسه اللي غادي اول حاجه خصنا نطلقوا اول كريسه اللي قرصناها نبداو منها. المهم انا غادي نبقى نطلق في الكريسات ماشي بزاف غير واحد شويه ونحاولوا كل كريسه اللي كنعملوها كنطلقوها ضروري نعملوها يعني تجي قد الضعف ديالها يعني تجي قدة. هنايا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت غادي نرش مزيان وغادي نضع منا الدقيق من فوق منا. غادي نحاول ندير غير هيدا وغادي نوضعها على جنب بدون ما غادي نطلق الثانيه. انا بالنسبه للكريسات يعني كل كريسه غادي نعمل فيها 3 طبقات يعني كل 3 د الكريسات غادي نعمل من فوق منه 3 طبقات. المهم ثم غادي تلاحظوا يعني كيفاش كنعمل الطريقه. هنايا غادي نعمل الاولى اللي عملتها غادي نزيد فوق منها الدقيق وغادي نوضع الثانيه على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نطلق الثالثه غادي نطلقها حتى هي شويه بالمدلك حتى نحصل على 3 طبقات ديال العجينه. يعني ضروري خصنا يعني شكلتهم على شكل مربع تشكلوهم يعني كاملين على شكل مربع شكلتهم يعني دائريا خاص كاملين يجيو يعني قد بعضيتهم يعني ما تجيش وحده خارجه على اخرى ضروري خصنا يجيو متساويين مع بعضيتهم على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا يعني كيجيو متساويين مع بعضيتهم. المهم انا هنايا بديت كنقرص غادي نكمل العجينه ديالي كامله وانتم مع الفيديو حتى الاخر. مهم بنات انا هنايا ساليت من الدلك ديال العجينه. هنايا وضعت واحد كغد ديال الزبده وضعته هو الاولاني ودابا غادي نبقى نحاول نطلق العجينه ديالي يعني نفس الطريقه. العجينه الاولى اللي بديت بها غادي نبدا بها هي اول وحده. وكيف ما كتلاحظوا يعني واخا العجينه تهرب لكم على خطا ثم حاولوا يعني جروها بيدكم وكتبقاو ماشيين على هذا الشكل هذا يعني كتبقاو كدير لكم هاد الجهه شويه وكدوروا الجهه اللين شويه وكتحاولوا يعني تحاولوا تمشيو على شكل دائري مع العجينه ديالكم على هاد الشكل هذا حتى ترققوها يعني مزيان. المهم انا غادي نستمر في الدلك ديالها حتى نرققها مزيان. وبالنسبه للجوانب يعني ما غاديش يجيوكم متساويين ضروري دوزوا عليهم بشي سكين اولا بسكين ديال البيتزا حاولوا تعملوا شكل دائري يعني ما تضيعوش من العجينه بزاف
يعني كما كتلاحظوا يعني الشكل ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. يعني حصلت على العجينه اللي خصني هنايا، يعني مقله سخنها انا من قبل، ولكن يعني من نجي نوضعوا العجينه ديالنا تكون يعني دافيه غير شويه، ما تكونش سخونه معنا بزاف. هنا كما كتلاحظوا انا وضعت العجينه، المقطع اللي جيت نوضع عليها تقطع لي، المهم ما عرفتش كيفاش تمسح لي. المهم يعني انا بغيت نوريكم يعني داكشي مضبوط. المهم انا هنايا وضعت العجينه على النار، ولكن العافيه مهيله بزاف، ولكن ما تهزوهاش حتى تشوفوها يعني بدات كتنفخ معكم في الجوانب ديالها. كما كتلاحظوا يعني انا دابا هنايا هي بدات كتطلع العجينه بوحده بوحده. انا غادي نوريكم كيفاش يعني غادي تحسوا بها، يعني طابت معكم، يعني كتشوفوا الجوانب بداو كيتفتحوا على بعضيتهم. المهم يعني ضروري كنستمروا على دروسها ونقلبوا فيها. هيا كما كتلاحظوا يعني هي بوحديتها كتهز معكم على الشكل هذا. هني كتكون صافي يعني طايبه معنا، وكنهزوها وكنوضعوها في واحد المنديل اللي ضروري نغطيوها باش ما تقصحش معنا. المهم انا غادي نبقى ندورها فيها على الشكل هذا باش الجوانب ديالها تكمل الطياب، وكتبقى تنفخ معكم في الوسط سهله صراحه، يعني ما فيهاش شي تماره ولا شي صعوبه دغيا كتوجد، وصراحه مزيونه بزاف. انا صراحه اول مره غادي نجربها، ولكن عجبتني، كنصحكم يعني تجربوها. ها هي كيف ما كتلاحظوا يعني بثلاثه ديال الطبقات كيتفتحوا معكم. صافي هنايا يعني طابت لي، غادي نهزها غادي نوضعها فوق الدكه الزبده، غادي نحاول نفتحها معكم نوريكم يعني الطريقه ديالها. كنبقاو ماشيين على هاد الجوانب هادو، ماشي مشكل يعني الا تقطعت لكم شويه من هذا ندوزو لجهه اخرى، يعني خليو داك الطريف اللي تقطع حاولوا مشيو جوانب اخرى باش ما تحاول باش ما تقطعش معنا كامله. المهم انا غادي نستمر في هذا. كما كتشوفوا يعني صراحه كتجي مزيونه بزاف وكتجي واعره. جربت يعني بين هادي وبين الورقه اخرى العاديه اللي كنعملو دائما، صراحة حتى هادي يعني مزيونة بزاف، حتى هي صراحة عجبتني. وعاد يعني كتجي مقرمشة أكثر من أخرى، يعني اللي كندهنوها هيدا في المقلة كتكون جارية، صراحة كتجي فيها واحد القرمشة زعما ما نوصف لكمش، يكون لذيذة بزاف. المهم دابا أنا غادي نستمر هيدا، كنحاول كل وحدة نحاول نمشي كل الجوانب بشويه بشويه باش ما كتقطعش معنا، يعني كما كتعرفوا يعني الورقه رقيقه بزاف. المهم انا غادي نستمر فيها غير على هذا الشكل هذا، يعني غير بشويه كنزولوها هيدا. وكيف ما كتلاحظوا يعني الورقه صراحه غزاله غزاله بزاف، وكيف ما كتلاحظوها يعني وعد يعني كتكون ناشفه وهيداك ما كتقطعش معنا. غادي نحاول نلويها لكم باش تشوفوها صراحه كيفاش كتجي، يعني كنخدموا بها بكل سهوله، يعني ما كتقطع ما حتى شي حاجه. ودابا ملي يعني ساليت ضروري خصني كل ورقه ندهن يعني بشويه زيت اكثر، يا الا كنتو غادي تحتفظوا بها كونجيلاتور دهنوها وعملوها في بابي سلوفان وحشيوها في كونجيلاتور، يعني كدوز معكم مده طويله. ولكن غير حاولوا ملي تعملوها تحاولوا توضعوها على شكل مبسط، يعني ما تجيش يعني فوق منها، تعملوها هي تحتانية مره في الكونجيلاتور وعاد توضعوا يعني فوق منها شي حاجه، اما باش توضعوها فوق الاشياء اللي عندكم في الكونجيلاتور وتحطوا عاوتاني عليها شي حاجه ضروري غادي تقطع من غادي تجبدوها وغادي ترخى معكم. المهم انا غادي نحاول نكمل على هذا الشكل هذا، يعني كل وحده غادي ندهنها حيت انا غادي نخدمها دابا احسن ساليه. انا غادي نقطع معكم وحده وغادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي، يعني ملي كتسنيو بريوه غادي نحاول نقطع على شكل مستطيل. وبالنسبه زعما واخا تقطع معكم ولا شي حاجه ما تخافوش منها نهائيا، صراحه كتبقى كيف ما هي ملي كتجي وتقليوها ولا كيما يعني كما كتلاحظوا، يعني انا تقطعت لي من الجانب ديالها
ولكن صراحه ملي قليتها يعني صراحه ما خرجت لي شي نوا ولا حتى شي حاجه، زعما ما تقطعت معايا في القليمه حتى حاجه. المهم انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا ونوريكم الشكل ديالو النهائي كيفاش كتجي الورقه. البنات الورقه هي هذه كتجي على هذا الشكل هذا، كنتمنى تجربوها. ودابا غادي ندوز للمرحله اللي غادي نوريكم يعني بريوات ملويتهم كيفاش كيجيو. ها هما كيف ما كتشوفوهم صراحه كيجيو مزيونين بزاف. المهم بنات البريوات ديالي ها هما كيف كيجيو الورقه ديالهم، كتجي زعما صراحه واعره بزاف. خليكم تسمعوا واحد القرمشه ديالهم، كيجيو فنين بزاف. صراحه كيجيو لذادين، كنتمنى تجربوهم. بنات الى عجبتكم الورقه ديما ما تنساوش لي لايك وتابوناو عندي في القناه ديالي.